السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد هذا الانقطاع الأخير، فكما يعني لم أعد أضع فيديوهات لظروف العمل وكذلك ظروف دورة تكوينية كنت قد انخرطت فيها تقريبا من شهر 6 الماضي، والحمد لله فهاد يعني هذا الشهر يعني كانت هناك اختبارات يعني لأخذ الشهادة في تخصص صيانة الحاسوب سوفتوير وهاردوير، والحمد لله قد تم أخذ الشهادة. والآن سنعود إليكم من جديد مع بعض التعديلات أو الإضافات. فكذلك طيلة هذه المدة كنا كذلك نعمل على مجموعة من التجارب في خلال يعني على البولوني وكذلك على التي ال، وإن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله مفاجآت في القادم الأيام، يعني إن نجحت الأمور، وهذا ما نتمناه. فيما يخص هذا الفيديو اليوم سأتحدث عن الإضافة في البولوني، يعني نأخذها من تي إل. فإن درست أو لاحظت في تي إل 12000 فهم قاموا بإضافة دائرة منفصلة عن الجهاز بالأكمل، وهي مقسمة إلى قسمين فيها سالبين، سالب تعمل به الدائرة بالكامل وهو سالب 15 يعني ناقص 15، ثم يبقى موجب البطارية، وهناك سالب البطارية لا تعمل به الدائرة نهائيا سوى المصفت. وهذا ما سنطبقه على البولوني، فالبولوني هو يقبل دائما جميع التعديلات أو الإضافات، فهو يعني جهاز محبوب من طرف الجميع وهو سهل الصنع، لهذا نقوم بتجربة عليه فنجحت العملية. فلا نأخذ الدائرة بالكامل كما وضعوها، فقد جربنا يعني الدائرة بالكامل كما هي لم تنجح، ولكن سنستغني عن بعض القطع لتعمل على البولوني، ونترك دائرة البولوني أو جهة المصفت كما هي. إن غيرت أي شيء إما تفقد الحساسية وإما ترتفع الحرارة على مستوى المصفيت. هنا ما قمنا به هو إضافة منظم أو منظمين، والأفضل منظمين 15، وهذا سنشرحه على البرنامج في الحاسوب لتروا المخطط كما هو. لهذا نحن قمنا يعني بتصميم الدائرة كما المخطط على الحاسوب حتى نجربها قبل أن نطرحها عليكم، يعني نحن نجرب أولا ثم نطرح، يعني لن نقوم يعني بالشرح بواسطة مخطط أو يعني هكذا على الحاسوب، وأن يعني الأكثر سيشكك أو يقول لك أنها لن تعمل. فالدائرة كما تلاحظون هي مغايرة هي نفسها دائرة بولوني ولكن مغايرة على الجهة العليا. تم بالنسبة للمكتفين يعملان مع المصفيت فقط، وإضافة مكتف واحد فقط تعمل عليه الدائرة بالكامل، لأن ليس عليه جهد كبير، الجهد يكون على المصفيت فقط، يعني عندما تركب الملف يكون هناك سحب، فلهذا تحتاج إلى المكتف الكبير، يعني المكتف 4700 أو مكتفين 2200، وضروري أن يكون 25 فولت، ليس كالبولوني به 16 فولت.
وهذا كذلك 25 فولت، لأن الأغلب الدائرة هنا المكتفات يجب أن تكون 25 فولت، لا يجب تركيب 16. أقولها وأكرر، جميع المكتفات هنا تكون 25 فما فوق، يعني تكون 35 أو 25، لأن إن ركبت 16 ممكن أن تنفجر في أي لحظة. لهذا أولا سنجرب الدائرة هنا ثم نشرحها على الحاسوب، أولا يعني تجربة للتأكيد. نربط الكهرباء هنا، الكهرباء سيكون التشغيل على 18 فولت أو 19 أو 20، يعني كل ما يعني فوق 15 فولت، يعني المنظمين هنا 15، يجب أن تكون الفولتية 16 17 18 إلى 20 أو 22، لا بأس. هنا كما تلاحظون 18، نضبط الطقطقة. يعني سأمرر الآن هذا المعدن، يعني المفك حديد، يعني يتحسس أفضل من الأول، يعني بأكثر من 10 سنتيم. هنا يعني الآن سأجرب معكم، سأخفض الحساسية، سأجرب معكم التردد أولا لتلاحظوا الفرق. نشبك، هذه هي القيم لقياس الإلسيميتر لقياس الخاصة بالتردد. نربط السالب مع سالب ال NO555، ثم الموجب على خرج الثلاثة، الرجل الثلاثة. هنا كما تلاحظون 400، والموسفيت لم أركب له حتى المبرد نهائيا، فكما تلاحظون فهو غير مركب عليه وهو بارد. الآن سنقوم برفع التردد ونرى. وصلنا إلى 660، حتى أن صوت الملف بدأ بالارتفاع، يعني تسمع به ضجيج. الآن 700، والمنظم ما زال باردا. الآن يعني 1000، يعني واحد، نقوم برفع قليل من الحساسية. نمرر المفك، ستلاحظون هنا يعني عند تمرير المعدن يكون سحب على البطارية أو هذا الشاحن. يعني كما قلت لكم هنا أصبحت 1، يعني 1000 هرتز، أي 1 كيلو، والمنظم الحرارة قليلة جدا. هنا سنعود لتخفيض التردد إلى هنا، وجدت أن الأفضل عمل بهذا هنا على 500، فهو جد ممتاز في المدى. أنا هنا لم أرى
قويمات 2.2، ركبت 10 فقط، لهذا يصعب ضبط الطقطقة. يعني هاد يعني هاد رأيتم كل شيء بأعينكم، هنا يعني التجربة قد تمت والأمور جد عادية فيما يخص هاد الإضافة، إضافة هاد المنظمين. يعني هنا يكفي العمل بالجهاز هكذا. فبالنسبة لهذه الإضافة هي ممتازة، ويكفي إضافة الصوت، فقد قام بإضافتها الأخ فكرة مغربي. يعني يجب تركيبها على هنا لتغيير النغمة فقط، وتعديلات أخرى قام بها الأخ بونا على مستوى يعني إضافة، كما قام بالشرح يعني في هذا اليوم أو أمس، قام بالشرح تقريبا يوم أمس، قام بالشرح إضافة إي سي وترانجستور لزيادة فلترات خارج هاد 741 ل يعني ضبط واستقرار الجهاز بالكامل. فهذه هي يعني تعديلات، كل واحد يقوم يعني بإضافة تعديل، ونتمنى يعني أن يعجبكم هاد الإضافة، وكذلك يعني هنا للتخلص من سخونة هاد الموسفيت وعدم تركيب المبرد له نهائيا، والعمل على ترددات مختلفة يعني تصل إلى 600 أو 700 تكون جيدة بالنسبة للقطع الصغيرة. وبالنسبة للقطع الكبيرة يجب تخفيض التردد، لأن كل ما قل التردد كلما اخترق أكثر التربة، فليست يعني الترددات المرتفعة هي التي تخترق التربة. فالأجهزة الكهرومغناطيسية تردداتها تصل مثلا إلى 8 أو إلى 20 أو 40، فهي لا تخترق التربة بالكامل، بل تكتشف القطع الصغيرة جدا بهذه الترددات ولا تخترق التربة كثيرا، في حدود يعني لن تتجاوز لك المتر. أما النبضية فأنتم تعلمون أنها للأعماق، لهذا تعمل بالترددات المنخفضة. لذا سننتقل إلى العمل بهذا يعني الشرح، هذا الفكرة على الحاسوب، وسنتركها إلى الفيديو القادم، لأن هذا الفيديو تجاوز ال10 دقائق، وهذا يطيل على الإخوة. لذا سأقوم ب يعني طرح الفيديوهين يعني متتابعين ليستفيد منه الجميع، وسأترك دائما المخطط أسفل الفيديو، يعني لن أرسله لأحد عبر الخاص أو ما شابه، سأتركه من يريده يحملهم من أسفل الفيديو بصندوق الوصف، وسأريكم يعني لمن يتعذر عليه التحميل من الميديا فاير، فهناك مواقع تساعد على ذلك. يعني يكفي أن تدخل رابط الميديا فاير على هذه المواقع إن كان الميديا فاير محجوب على دولتك، فهذه الأمور يعني خارجة عن إرادتنا نحن، لنا يصعب أن تفتح مجموعة من الحسابات في مواقع أو مواقع التحميل. لذا أنا أفضل دائما الميديا فاير، لأن كل ملفاتي عليها. لذا كل من يريد هذا المخطط سأضعه في الرابط في الفيديو الثاني، أو سأضعه حتى في هذا الفيديو. لذا المرجو يعني تحميله من نفس، فهذه المواقع أنا لا أضعها في مواقع ربحية نهائيا، فهذا موقع ميديا فاير هو مجاني وسريع، يعني لن يعني تنتقل من رابط إلى رابط آخر، فهذا لا أحبده، ونحن لا نربح على هذه الروابط شيء، فقط نريد أن نضع لكم المعلومة كاملة.
فمن يريد تحميل هذا المخطط فهو في صندوق الوصف. نستودعكم الله إلى يعني الفيديو الآخر إن شاء الله، والسلام عليكم.